لدينا f x تساوي سالب x زائد 4، و f x تم تمثيله بيانيا هنا على المحور ديكارتي. دعونا نحاول إيجاد معكوس ال f. ولإيجاد المعكوس ما أرغب بفعله هو أن أضع y، أضع المتغير y تساوي f x، أو يمكن أن نكتب y تساوي سالب x زائد 4. والآن قمنا بإيجاد y عن طريق ال x، وحتى نجد المعكوس يجب أن نجد قيمة x عن طريق y. إذن دعونا نطرح 4 من كلا الطرفين، فنحصل على y ناقص 4 تساوي سالب x، ومن ثم لنجد x يمكننا أن نضرب طرفي المعادلة بسالب 1، وبهذا نحصل على سالب y زائد 4 تساوي x. أو لأننا اعتدنا دائما على كتابة المتغير المستقل على الجانب الأيسر، يمكننا أن نعيد كتابتها لتكون x تساوي سالب y زائد 4، أو لكتابتها بطريقة أخرى يمكننا أن نقول أن f معكوس f لل y تساوي سالب y زائد 4. إذن هذا هو معكوس الإقتران، وقد قمنا بكتابته بصورة إقتران y، لكن يمكننا إعادة تسمية الy لتصبح x. لنقم بهذا، إذا قمنا بإعادة تسمية الy لتصبح x، نحصل على f معكوس f للx وتساوي سالب x زائد 4. هذان الاقترانان متطابقان. هنا قمنا باستخدام الy كمتغير مستقل أو كمتغير مدخل، هنا قمنا فقط باستخدام الx. الآن دعونا نقوم بتمثيل الاقتران العكسي ونرى كيف يمكنه أن يرتبط بهذا هنا. فإذا نظرت إليه فإنه يبدو متطابقا تماما، إنه سالب x زائد 4، إنه نفس الاقتران. دعونا نرى، إذا كان لدينا تقاطع الy هو 4 سيكون الشيء نفسه، هو الاقتران عبارة عن معكوسه. فإذا قمنا بتمثيله فسنضعه أعلى هذا، ولهذا يوجد العديد من الطرق للتفكير في هذا. في العرض الأول على الاقتران العكسي تحدثت عن كيف أن الاقتران ومعكوسه أنه عبارة عن انعكاس على الخط y تساوي x، أين يقع الخط y تساوي x. حسنا، الخط y تساوي x، الخط y يساوي x يبدو هكذا، وسالب x زائد 4 عموديا على y تساوي x. إذا عندما تقوم بعكسه فأنت بالتالي تقلبه، لكن سيكون نفس الخط، إنه عبارة عن انعكاسه. الآن دعوني أتأكد من أن هذا منطقيا عندما نتعامل مع الاقتران النموذجي. هنا إذا أدخلت 2 فسترتبط مع 2، وإذا أدخلت 4 فسترتبط مع 0. ماذا سيحدث لو ذهبت في الاتجاه الآخر؟ إذا قمت بإدخال 2، حسناً 2 ترتبط مع 2 بأي طريقة، إذن هذا منطقياً. بالنسبة للإقتران بشكله المألوف 4 سترتبط مع 0، أما بالنسبة للإقتران العكسي فإن 0 سيرتبط مع 4، إذن هذا منطقي جداً. دعونا نفكر به طريقة أخرى. بالنسبة للإقتران المألوف دعوني أكتبه بشكل واضح في الأسفل، ربما سيكون هذا واضحاً لكم، لكن في أي حال لم يكن كذلك فهذا سيساعدكم. دعوني أختار f الخمسة. f الخمسة تساوي سالب 1، أو يمكن أن نقول أن الإقتران f يربطنا من 5 إلى سالب 1. الآن ماذا يفعل f العكسي؟ كم يساوي معكوس f للواحد لسالب 1؟ f العكسي للسالب 1 يساوي 5، أو يمكن أن نقول أن f يربطنا من سالب 1 إلى 5. مرة أخرى، إذا كنت تفكر بالمجموعات في عبارة عن المجال والمدى، لنفترض أن هذه هو المجال وهذا هو المدى، سيأخذنا f من 5 إلى سالب 1، من 5 إلى سالب 1،
هذا ما يفعله الاقتران F. وكما نرى فإن F العكسي يأخذنا للخلف أي من سالب واحد إلى خمسة. F العكسي يأخذنا للخلف أي من سالب واحد إلى خمسة كما هو مفترض. دعونا نقوم بحل واحد آخر. لدي هنا جي للإكس تساوي سالب 2X ناقص 1. إذن كما في المسألة الأخيرة أفضل أن أضع Y هذا يساوي، إذن كما قلنا Y تساوي سالب 2X ناقص 1. الآن سنقوم بإيجاد الإكس ونضيف 1 لكلا الطرفين. الآن يمكننا أن نقسم الطرفين معادلة على سالب 2، وبهذا سنحصل على سالب y على 2 ناقص 1 على 2 تساوي x. ويمكننا أن نكتب x تساوي سالب y على 2 ناقص 1 على 2. يمكن أن نكتب f العكسي بصورة اقتران يساوي y. إذن F العكسي لو y تساوي سالب y على 2 ناقص 1 على 2، أو يمكننا إعادة تسمية y بx. ويمكن أن نقول أن F العكسي، دعوني أن أكون حذرا هنا، لا يجب أن يكون F، فالاقتران الأصلي كان G. دعوني أكون واضحا، ذاك هو G، معكوس الجي، معكوس الجي لل y تساوي سالب y على 2 ناقص 1 على 2، لأننا قد بدأنا بجي x وليس بf x. تأكدوا من أن ذلك واضحا، أو يمكن إعادة تسمية y ونقول أن g العكسي للx يساوي سالب x على 2 ناقص 1 على 2، وهنا y تتقاطع مع 1 على 2 سالب 1 على 2، إذن الخط ميله يساوي سالب 1 على 2. دعونا نرى، إذا بدأنا من سالب 1 على 2 وتحركنا إلى 1 في الاتجاه الموجب، فستحرك للأسفل بمقدار النصف، وإذا تحركنا إلى 1 مرة أخرى فستتجه للأسفل بمقدار النصف مرة أخرى، وإذا عدنا إلى الوراء سيتحرك هكذا. إذن الخط سأبذل قصارى جهدي لرسمه سيبدو هكذا، سأستمر وسيبدو هكذا، وسأستمر بالذهاب في كلا الاتجاهين. والآن دعونا نرى، إذا كان هذا الانعكاس يقع بالفعل على y تساوي x، y تساوي x يبدو هكذا، ويمكنك أن ترى أنهما انعكاس. إذا قمت بعكس هذا، إذا قمت بعكس الخط الأزرق هذا، فيصبح الخط البرتقالي هذا. لكن الفكرة العامة أنك الاقتران في الأصل موضح أن نقوم بإيجاد y اعتمادا على x، أي نستخدم الجبر أن نجد x اعتمادا على y. هذا هو الاقتران العكسي بصورة اقتران y، يمكنك إعادة تسميته بالاقتران x.